انا دي اول مره غندير هذا الفيديو، بغيت ندير لكم فيديو ديال لابانتور، لان فيها اشكال كثيره ومتعدده، وفيها اللي صعيب وفيها اللي سهل، وانا بغيت نبدا لكم بحاجه سهله. وبغيت نبدا لكم بوشوار، هذه جلابه بغيت نخدمها لكم، وانا خدمت ليها النص، هما اشوفها كي دايره. هي بوشوار الشكل ديالو، انا خدمت هاد الجهه هي الاولى، حتى نعاود نغسلو ونقلب ونخدم الجهه الثانيه باش نجيبو على الشكل ديالو، نجيبو متناسق، ما بغيتش يكون محدد بحال هاد الجهه. او حيت هو غير من انصاصي، دابا خدمت هاد الجهه وغنوريكم كيفاش قلبت. دابا غسلتو وغنقلبو نوريكم كي غنخدم الكماله ديالو. دابا غنحطو وداكشي بالعبار، وخصني نقادو مزيان باش يمشي متساوي، وداكشي تيبغي الخاطر غير بشويه تيقاد الواحد ويدير سنتيم ويعبر باش يجي داكشي مقاد، باش ما يجيش الفرق بين هاد الجهه وهاد الجهه، ويجي حتى في الطوله يجي مقاد. خلطتها دابا وغنخدم انا غير بونجه، حيت اللي ما عندوش شيته او فرشه باش يخدم غيخدمها بونجه، يقطعها ويحددها ويخدم بها، لانها الطريقه سهله ماشي صعيبه بزاف. الطريقه تجي سهله من ديك البانسو باش تخدمي وتحددي، باش الواحد يلا غيبدا دابا الطريقه تجي سهله. وانا تنتمنى هاد الطريقه تعجبكم. وهذه غندير فيها جوج الوان ارجنتي ونحاسي، اللون الثاني غنبداه من الفوق، ومن يهبط لتحت الديغرادا يجي اللون داخل في اللون، باش ما يبانش الفرق، باش ما يكونش محدد، يكون ميلونج لون داخل في اللون في الوسط. الواحد غيهز يهز غير شويه، ما يهزش بزاف، ولا كون جهزت ليه بزاف ديال الصباغه ينقصها باش ما يدخلش ليه الصباغه تدخل ليه لتحت، وملي يحيد البوشوار يبان ليه العيوب. مهم اي حاجه تتبغي الخاطر. دابا ملي غنقاد اللون مع اللون تنضرب بونجه اخرى جديده، ماشي اللي هزيت بها داك اللون الالوان الاخرين، بونجه ثالثه ونخلط بها نقاد بها اللون تكون داخل مع اللون الاخر. هاي هي انا نحيد لكم البوشوار ولا هاي شوفوا كي جاتكم هذه الجلابه. ان شاء الله نهار نخيطها غنلوحها لكم فيديو ان شاء الله وتشوفوها كي جات. باش خدمت هذا هو اللون اللي درت، وهذا اللون الاخر، هذه الصباغه يلا دخلت المغرب كادونس، اللوينات ديالها فيها زوينين، فيها الشكيلات وفيها الانواع بزاف والوان كثيره. و نتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.